طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة، نطمن منه على آخر الأجواء قبل ما اللعيبة تروح ملعب المباراة، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. اتفضل يا فاروق. برحب بيك كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق سيراميكا في المباراه المؤجله من الجوله 27. خلينا ناكد على صعوبه هذه المباراه، ومباراه مهمه جدا، محطه من المحطات الثلاثه اللي بياخدهم النادي الاهلي، او النادي الاهلي خاض منهم محطتين امام انبي وطلائع الجيش وحقق فيهم الانتصار. بيختتم مرحله الدوري بمباراه سيراميكا اليوم. طبعا قبل ما نفتح الملف افريقي ونفتح مباراتي الوداد الافريقي الوداد المغربي اللي ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي وتتويجه بالبطوله الافريقيه هذا العام. طبعا مستر مارسيل كولر في كلامه في احاديثه مع اللاعبين كان اختتم الفريق تدريباته واستعداداته لهذه المباراه على ملعب مختار تيتش بي للامس، اكد مع اللاعبين واكد في كلامه مع اللاعبين على ضروره عدم يعني عدم الانشغال بمباراه الوداد. ما حدش من اللعيبه ما حدش من الجهاز الفني بيتطرق لاي حديث جانبيه خاصه بمباراه الوداد، تركيز اللاعبين تركيز الجهاز الفني بينصب على مباراه السيراميكا وضروره تحقيق الانتصار. طبعا عادل التدريبات الرئيسيه لفريق النادي الاهلي بعد مباراه طلع الجيش، العناصر الرئيسيه لفريق النادي الاهلي اللي فضل مستر مارسيل كولر اللي هو يديهم فتره راحه من مباراه طلع الجيش. يعني شفنا عوده علي معلول ومحمد هاني ومروان عطيه حسين الشحات بيرستاو ومحمود كهربا، كافه اللاعبين طبعا اللي ما فضل مستر مارسيل كولر انه يديهم فتره راحه اكتر من في المواجهه الاخيره امام طلائع الجيش. خليني برضه اقول لك يا كابتن ايمن بعض الاقاويل والاخبار طبعا اللي كانت اتقالت عن اصابه العدد من لاعبي النادي الاهلي او اصابه حمدي فتحي. طبعا اطمنا من الدكتور احمد ابو عبله عن حاله حمدي فتحي اللي كان يعني شعر بايجاد خفيف في العضله الخلفيه. قام الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي باجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على سلامه حمدي فتحي، ثم اجرى اشعه بالرنين اللي اكدت سلامه حمدي فتحي. يعني فضل الدكتور احمد ابو عبله نعمل له برنامج استشفائي مصغر بدأ بالامس بالجري حوالين الملعب. لكن خليني اكد لك جاهزيته ان شاء الله لمباراتي الوداد ان شاء الله، ان شاء الله ينضم للتدريبات الجماعيه عقب الانتهاء من مباراه سيراميكا. خليني برضه كابتن ايمن اكد لك على جاهزيه محمد الشناوي وعلي لطفي ان شاء الله لمباراه الوداد، وهينضموا للتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي عقب العوده ان شاء الله والانتهاء من مباراه السيراميكا. ايضا مستر مارسيل كولر اكد في كلامه مع اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص وعدم النظر ل يعني وجود فريق السيراميكا في المركز ال 12 للدوري، وقال ضروره ان انا ما فرطش في اي نقطه، ضروره ان انا احقق الانتصار. اختتم طبعا تدريباته ب يعني الفقره للتسديد الكرات الثابته وكيفيه استغلال هذه يعني سلاح من الاسلحه المهمه جدا اللي حريص مستر مارسيل كولر في كلامه مع اللاعبين ان هو يستغل سلاح الضربات الثابته وايضا التسديد من خارج منطقه الجزاء. ثم يعني دخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراه. طبعا يوم الفريق النهارده كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2، ثم وجبه في تمام الساعه 5:30، ثم المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر اللي من خلالها بيتكلم على التفاصيل الاخيره والامور المهمه جدا، ومن خلالها بيعلن التشكيل واللي بياكد من خلاله ومن خلال هذه المحاضرة على أهمية هذه المباراة وضرورة تحقيق الانتصار. وزي ما قلنا كابتن أيمن حضرتك عارف أنه أشاد أيضا يعني تعامل جمهور النادي الأهلي وتعامل الإعلام مع مباراتي الوداد أن خلال الفترة الماضية سواء خلال مباراة الإنبي أو طلائع الجيش يعني من بعد الانتهاء من مباراة الترجي ما كانش في حديث عن مباراتي الوداد، ودي من الأمور اللي هو لمسها من الإعلام ولمسها من الجمهور. الجميع بيركز على ثلاثة المباريات اللي خاضهم الفريق في الدوري اللي ان شاء الله يختتمهم النهارده ان شاء الله بمباراه سيراميكا ويكون قادر على تحقيق الانتصار ان شاء الله لعيب النادي الاهلي. باكد لك النهارده عوده رامي ربيعه اللي يعني بعد عودته من الاصابه بيكون موجود النهارده في تشكيل او موجود في قائمه فريق النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر يعني من اللي احنا شايفينه سواء في التدريب بالامس او وجودنا النهارده مع الفريق في مقر اقامه فريق النادي الاهلي هيعود للتشكيل الاساسي للنادي الاهلي. بنشوف يعني عوده ممكن علي معلول، محمد هاني، مروان عطيه، بيرستاو، حسين الشحات، كهربا، محمد شريف، مجموعه اللاعبين طبعا اللي كان عدد كبير جدا منهم فضل ان هو يريحه مستر مارسيل كولر في مباراه طلائع الجيش، هيعود طبعا النهارده للتشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. طبعا النهارده طاقم تحكيم هيكون لقياده هذه المباراه بقياده الكابتن محمد عادل، اللي بالمناسبه دي المباراه الثانيه اللي بيديرها الكابتن محمد عادل
النادي الاهلي هذا الموسم هيعاونوا في هذه المباراه مساعد اول سمير جمال ومساعد ثاني خالد حسين، الحكم الرابع هشام الفلال، اثنين على تقنيه الفار حسام عزب وهاني خيري. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار يا كابتن ايمن قبل تحرك فريق النادي الاهلي والتوجه الى ملعب واستاد القاهره لاستضيف احداث اللقاء. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. فاروق صلاح كالعاده اتكلم في كل حاجه، مش سايب لي حاجه، ولكن احنا اطمننا على الاجواء.